نحن اليوم في المرحلة التكوينية، المحاضرة تعالج مشكل الفيضانات في الجزائر باستخدام نظم حديثة وطرق حديثة، ألا وهي الاستشعار عن بعد بتقنية الرادار. الاستشعار عن بعد فهو يعني واحد قولوا ان اوتيل تري امبورطون في التتبع ديال هاد الظاهرة هادي. تبارك الله هنا في الدورة التكوينية تنظيم في المستوى، الدورة التكوينية في المستوى. As a scientist and I'm using and explore how you can use radar remote sensing images and information for to map changes and on Earth surface and also generate new geophysical products. الأستاذ باباثاناسيو هو جاء الجزائر عن طريق دعوة من المنظمين للمدرسة الصيفية لتطبيقات الكشف عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية، وهو كباحث في هذا المجال اخترناه أن يكون أستاذ يقدم دروس مبدئية خاصة للطلبة الجزائريين.